أهلا بكم، طيب الله أوقاتكم أعزائنا المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حوار المساء، والتي نناقش فيها محورين. الأول حول إصرار رئيس الوزراء حيدر العبادي على مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي في معارك تل عفر على الرغم من كل المخاوف. أما المحور الثاني حول تبرئة المحاكم الأمريكية لمجرمي بلاك ووتر والحادثة التي راح ضحيتها العشرات من المواطنين العراقيين في ساحة النسور. ولمناقشة هذين المحورين ينضم إلينا داخل الاستوديو الناشط السياسي العراقي المهندس بهجت الكردي. أهلا ومرحبا بك أستاذ بهجت. حياك الله أستاذ تحياتي. وعبر الهاتف المستشار الأمني والعسكري لمركز الأمة للدراسات العميد ركن خليل الطائي. أهلا ومرحبا بك سيادة العميد. حياك الله أخي الكريم وضيفك العزيز أستاذ بهجت. حياكم الله مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم. في كل معركة تعلن عنها حكومة بغداد يرغب المواطنون في تحجيم نفوذ الميليشيات الطائفية فيها، لكن نجد الحكومة في منأى عن كل هذه المخاوف. واليوم نفى رئيس الحكومة الحالية حيدر العبادي وجود أي نية لحل ميليشيا الحشد، مؤكدا أنها تعمل تحت قيادة المرجعية والدولة، مؤكدا أن الاستعدادات جارية لانطلاق معركة استعادة قضاء تل عفر وبمشاركة كافة الصنوف العسكرية بما في ذلك ميليشيات الحشد. من جديد يعود العبادي إلى تأكيده على بقاء ميليشيات الحشد نافيا أي نية لحلها. العبادي في كلمته أمام ما سمي بمؤتمر فتوى الجهاد والنصر أكد أن الاستعدادات جارية لانطلاق معركة استعادة قضاء تل عفر وبمشاركة كافة الصنوف العسكرية بما فيها ميليشيات الحشد، رغم تصاعد الرفض المحلي والإقليمي لمشاركتها في المعركة خشية تكرار الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها في الأنبار وصلاح الدين ونينوى وغيرها، ولما لتل عفر من خصوصية ديموغرافية. ورغم إعلانه مراراً رفض الطائفية، إلا أن العبادي أكد أن ميليشيات الحشد تعمل تحت قيادة المرجعية والدولة، تأكيد يتناقض مع ما أعلنه العبادي نفسه قبل أشهر إبان زيارته إلى واشنطن، حيث أكد أن على منتسبي الحشد الخضوع لسلطة الدولة وقانونها وإلا اعتبروا خارجين عليها. وإذا ما قبلتم هذا القانون فأنتم معنا، ومن يرفض فينبغي أن تلقوا أسلحتكم وإلا اعتبرتم خارجين على القانون. في المقابل فإن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في كلمته إلى المتظاهرين بساحة التحرير أكد على ضرورة أن يكون السلاح بيد الدولة حصرا وعلى سحبه من أيدي أي جهة أخرى. فيكون السلاح بيد الدولة حصرا وبقيادة من حرر الأراضي التي باعها الأراذل، فليكن السلاح بيد الدولة وعلى رأسها قائد القوات المسلحة. بقاء ميليشيات الحشد رغم اعتراف العبادي غير مرة بانتهاكات منتسبيها وجرائمهم بحق المدنيين العراقيين بدوافع طائفية حسبما وصفتها منظمة حقوقية دولية، يفتح الباب للقول إن الميليشيات تمثل في العراق دولة موازية لا تتبع فقط المرجعية بل تدين بالولاء لنظام الحكم في إيران، في حين يعجز العبادي عن فرض القانون وسحب السلاح منها فيلجأ إلى محاولة خلق واقع قانوني جديد يستوعب وجودها ولا يلغيه. أهلا بكم من جديد، أبدأ معك أستاذ بهجت. أستاذ بهجت، يعني كيف تعلقون على إصرار الحكومة في إشراك ميليشيات الحشد في المعارك؟ شوف يا سيدي، هي يعني القرار ليس بيد الحكومة، القرار إيراني، وهذه القوات مدعومة إيرانيا وولائها إلى إيران. وأتحدى العبادي وهو القائد العام للقوات المسلحة خلي يسوي لي جرد بالحشد، كم النسبة المئوية من الحشد ولاء بالمطلق لإيران؟ أكثر من 80%. وعندما الحقيقة يعلن أن الحشد ولاء للمرجعيات والحكومة يدخل في باب الدجل أبدا، ولا كيف تفهمها؟ علنا يعلنون أنهم أقوى قوة في العراق، وعلنا يعلنون أنه لا يمكن اليوم إلا الوصول إلى السلطة. كيف؟
غير عن طريق الانتخابات القادمة. نعم. وإحنا نعرف أن هذه الميليشيات وهذا الحشد لا يؤمر بأمر العبادي. أعطيك مثال بسيط، أناس من جرف الصخر أخي أفل راجعوا العبادي على مشاكل أبنائهم المهجرين اللي ما يقدرون يعودون، علما صار لها أكثر من سنتين ونص محررة على أساس، قال لهم أبنائكم وما حدث في جرف الصخر مو بيدي، قالوا لا عاد بيد من؟ قال بيد الولي الفقيه، هذه مسجلة عند العراقيين، قال القرار هناك مو بيدي. فعن أي يعني عن أي سلطة وأي ولاء للحشد للمرجعية؟ وهي ورقة كانت المرجعية من أجل إظهار هذا الحشد، والآن أتحداه يقدر يتحداهم في أي موقف، أتحداه. فطبعا راح يقول هم جزء من الحكومة وجزء من الدولة وتحت رعايتي، والصدر يقول عليهم أن يسلمون سلاحهم. سأتكلم عن هذه الخصوصية. شوف يا سيدي، طيب سيادة العميد، يعني لماذا حكومة بغداد تصر على اعتمادها على ميليشيا ولا تعتمد على الجيش النظامي في البلد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، أولا قرار تشكيل ميليشيا الحشد لم يكن بأمر العبادي أو المالكي أو سلطة المنطقة الخضراء ولا حتى السيستاني الذي كان دوره فقط إصدار الفتوى، بل هو قرار كما تفضل. نعم. لذلك شاهدنا أول من شارك في ميليشيا الحشد هي الفصائل الميليشاوية الموالية لخامنئي اللي في مقدمته عصائب أهل الحق وبدر وحزب الله العراق، وسلمت القيادة منه على هذا التشكيل الميليشاوي لهادي العامري وأبو مهدي المهندس، وكلاهما جنديان مطيعان لخامنئي. إيران أول ما انتقلت انتقال فعلي ميداني إلى العراق سعت بغرض هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية. نعم. وإحلال مؤسسة ميليشياوية لتحكم في العراق. لذلك شاهدنا بعد دخول تنظيم الدولة الإسلامية في 2014 إلى الموصل، بعد 3 أيام فقط تم تشكيل ميليشيا الحشد. إذن هنالك قرار مسبق تم اتخاذه بغرض إظهار هذه الميليشيات كبديل للقوات العسكرية التي بنيت بهزيمة مدبرة من قبل سلطة المنطقة الخضراء لغرض إعطاء صورة هزيلة لهذا التشكيل العسكري الذي بني على أسس طائفية أيضا. إذا قرار إحلال ميليشيا الحشد هو قرار موجود سابق وليس بيد حكومة المنطقة الخضراء، بل هو بيد خامنئي حصرا، ويشرف عليه المشرف العسكري التنفيذي قاسم سليمان. نعم أستاذ باجت، يعني حكومة بغداد تسمع للناس لكنها لا تصغي لهم، ما السبب برأيكم؟ أخي أفهل، بس إذا خلينا حي العميد خليل الطائي. الحقيقة حياك الله، حي هذا الصوت الوطني، تحياتي لك يا سيدي. أضيف إلى ما قال وارجع على سؤالك. يعني الحقيقة أنه الكلام هذا حتى الجزء الأكبر الآن من القوات ما يسمى بالجيش العراقي اللي هي ضمن تعدري شرطة اتحادية وقوات النخبة وقوات مدرسة، ترى جزء كبير من هؤلاء أيضا هم من الحشد طبعا. وأخي العزيز، بالنهاية الحكومة العراقية في موضوع ما يسمى أنه تسمع، هذه الحكومة ليس لها الحق في اتخاذ أي قرار، طبعا تسمع، والمحرك لها هو قائد القوات التحالف الأمريكي والسفير الإيراني في بغداد. أبدا أخي أفل، هؤلاء الشخصين وهم الذين يحركون العبادي، وتعرف أنت إمكانيات ما ظهر بعد تأسيس الحشد. نعم. كل خارج عن سيطرة هؤلاء، وفي أكثر من مرة العبادي يقول أنه اللي سيعمل على أنه يحدد صلاحيات، وأقول له يكسرون رجلك إذا حاولت تحدد صلاحيات الحشد. وأما يسمع، لأنه بالنهاية هو شنو اللي دمر العراق يا سيدي؟ هؤلاء باعوا العراق، هذه الأحزاب الإسلامية التي جاءت بعد الاحتلال لا ذمة ولا ضمير في الشعب العراقي، باعت العراق. تسمع، لكن هل لها بيدها قرار؟ يقدر رئيس البرلمان يحرك جندي ضابط وزير بالدولة العراقية وزير دفاع يقدر يحرك شيء؟ شفناهم هاي السنة 14، وإحنا نشوف هذا الدمار وهذا الحرق. فهؤلاء يا سيدي
جاءوا مع المشروع من أجل حرق العراق لمصالح أسيادهم في قم وفي طهران وفي أمريكا. هكذا أتصور. سيادة العميد، يعني الميليشيات هل تمتلك هي العقيدة الصحيحة، العقيدة العسكرية أنا أتكلم عنها اليوم، والجيش لا يمتلكها، لهذا تعتمد حكومة بغداد عليهم؟ أخي، أولاً الميليشيات ليس لديها عقيدة عسكرية، وخاصة ميليشيا الحشد. ميليشيا الحشد من أساسيات أنه تم اعتباره تشكيل عسكري خاص، هذا اللي صوت عليه البرلمان الما يسمى بالعراقي، وخصصت ميزانية مستقلة له، ورسمت عقيدة خاصة به من قبل خامنئي وبإشراف سليماني. لذلك أخي الكريم، هذه العقيدة دائما تتأثر بمن يقود التشكيل. اليوم عندما نتكلم عن وزارة الداخلية وانتهاكات اللي ترتكبها بحق المواطنين، هي هذه السلوك والتصرفات انعكاس لعقيدة من يقودها، وهو الميليشياوي قائد ميليشيا القيادة في ميليشيا بدر. هذا من جانب. لذلك ميليشيا الحشد عندما يقودها هادي العامري وأبو مهدي المهندس، وهم إرهابيان دوليان، ستنعكس عقيدة هؤلاء الإرهابيان على سلوك وتصرف ميليشيا الحشد. إذن نحن ليس أمام عقيدة مهنية أو عسكرية تضع في مقدمتها ومسؤولياتها وواجباتها حماية المواطن والدفاع عن البلد. اليوم جميعنا يعرف كيف كان يتباهى هادي العامري بالقتال مع خميني وجنود خميني ضد الجيش العراقي. إذن كيف أتصور من هذا الإرهابي اليوم أن تكون قطعاته التي بأمرتي تحمل عقيدة تدافع عن البلد وعن العراقيين؟ نحن أمام منظومة ميليشياوية متكاملة مرتبطة بولاية الفقيه. نعم. أستاذ باجد، الصدر يوم أمس خرج إلى أنصاره في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، وطالب بسحب السلاح من ميليشيا الحشد وبطريقة أبوية كما وصفها. هل هو خائف من الحشد، خصوصا أنه وصفها أكثر من مرة كأنها وقحة؟ شوف يا سيدي، بلا أدنى شك واحدة من مبررات قيام هذا الحشد هو بالنهاية لتصفية التيار الصدري، هكذا أتصور. واضح، لأنه هذا التيار عند بعض الخلافات ويظهرها في الوقت المناسب ضمن ما هو يصور من ألاعيب سياسية. وهذا من خلال ظهور كثير من قادة التيار الصدري اليوم مع المالكي قادة في الحشد، ومن هنا يصفهم الوقحة لأن يعرف خلفيات هؤلاء. بلا أدنى شك أحد أسباب ظهور هذا الحشد وتقويته ودعمه فارسيا إيرانيا من خلال الحرس الثوري، من خلال المالكي، من خلال هذه الكتل والأحزاب اللي تعول كثيرا على الحشد أخي أفل، واحدة منها يحس الصدر أنه مهدد، وهذا أنا أقولها مهدد، وسيعمل هذا الحشد على الوصول إلى السلطة. بالمناسبة عند ذاك سيقضي على التيار الصدري. فلهذا يقول أريد أن يجتمع السلاح بيد الدولة. هو ما يعرف شلون دولة تعبانة بهذا الرئيس، رئيس وزرائها اللي يعتبره لا زال أنه عنده فرصة، وعلى أساس يحمل مشاكل اللي وثقل الإدارات السابقة، قصده على المالكي. أنا أقول يا سيد الصدر، كل هذه الأحزاب الدعوة وغيرها، وكل هذه الأحزاب فاسدة ولا يمكن التعويل عليها، وإحنا صار لنا أكثر من 14 عام من فضيحة إلى فضيحة، من سرقة إلى سرقة. أنت على ماذا تعول يا سيد الصدر؟ ماذا عن تياره المشاركة؟ ما أي مشروع لهؤلاء غير السرقة والفساد؟ أنت لازلت عندك ثقة بالعبادي يا سيدي؟ هذا الرجل طرطور لا يحل ولا يربط في كل هذا الذي يجري على أرض العراق. يعني أنا لا أدري هل هناك رسائل من الأمريكان تحالفوا مع تيار العبادي من أجل أن ندعمكم ضد تيار المالكي؟ لأن واضح أخي أفل، هناك الآن شرخ في الانتخابات القادمة، هناك الآن واضح موقف لجماعات الموالية لإيران، وعلى أساس أنه التيار اللي يقوده العبادي سيخرج من هذا مقابل دعم أمريكي. ممكن الأمريكان يطلعون بعض الملفات الفساد ضد أعداء الصدر وأعضاء التيار العبادي، لأن راح يدخلون الانتخابات والتنافس راح يصير شديد، والمالكي والمهندس والعامري لن يتركوا هذه الفرصة ليعلنوها علنا. نحن قدمنا ونحن نريد أن نحكم العراق.
يعني كل الدولة تصير كلها بيد الحشد، الجيش والأموال والرواتب وكل ما يدور داخل العراق، فأكيد راح يكون موقفهم أقوى، ومن هنا خوف الصدر. نعم مشاهدينا الكرام، محورنا الأول انتهى، تابعونا في المحور الثاني بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. مرة أخرى نجد الولايات المتحدة الأمريكية تستخف بدماء العراقيين. هذا البلد الذي يتغنى بحفاظه على الديمقراطية ها هو اليوم يبرئ مجرما قتل 14 مواطنا عراقيا في ساحة النسور بعد 10 أعوام من الجريمة التي لن ينساها العراقيون. وليس بغريب على بلد يبرئ المجرم وتجرم البريء أن نجده يستخف بدمائنا هكذا. ما قبلتم 3 سنوات تقريبا تعود مطرقة محكمة الاستئناف التابعة لدائرة العاصمة الأمريكية واشنطن لتدق من جديد ولتعيد فتح ملف لم يغلق في ذاكرة الشعب العراقي، ملف يعود إلى ساحة النسور وسط بغداد، وبالتحديد إلى 16 من أيلول عام 2007 حينما قام فريق مؤلف من 4 أشخاص تابع لشركة بلاك ووتر يحمل اسم ريفن 23 ومكلف من وزارة الخارجية الأمريكية بفتح النار عشوائيا على مواطنين عراقيين، قتل منهم 14 مواطنا بينهم نساء وأطفال إضافة إلى عدد من الجرحى المدنيين. في العام 2014 حكمت المحكمة على 3 منهم بالسجن 30 عاما، وعلى الرابع والمتهم الأول بالقضية ويدعى نيكولاس سلايتن بالسجن مدى الحياة. لكن اليوم عادت المحكمة لتلغي قرارها بحق العنصر السابق في الشركة الأمنية وتسقط الحكم تمهيدا لإعادة محاكمته من جديد، بذريعة أنه ما كان يجب أن يخضع لمحاكمة منفصلة عن محاكمة المدانين 3 الآخرين. لم يقف الأمر هنا، برأت المحكمة أن الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن 30 عاما بسبب انتهاك قواعد إطلاق النار لا يتناسب إطلاقا مع الوقائع، وأمرت بإعادة النظر في تلك الأحكام. وبانتظار حكم إعادة المحكمة وبغض النظر عما سيكون عليه الحكم، يقول مراقبون إن مجرد إعادة المحاكمة من جديد هو استهتار بدماء الشعب العراقي التي سالت دون سبب من قبل هؤلاء شخصيا ومن قبل شركتهم الأمنية التي أمست أشهر من نار على علم في انتهاكاتها لحقوق الإنسان في العراق، وهو الصيت نفسه الذي دفع بلاك ووتر لمؤسسها إريك برينس شقيق وزيرة التعليم الأمريكية الحالية بيتسي ديفوس إلى تغيير اسمها في العام 2009 إلى أكس إي ثم أصبح أكاديمي بعد 2 سنين لتعيد إنتاج نفسها في السوق العالمية من جديد. أهلا بكم من جديد، أبدأ معك أستاذ بهجت. يعني عندما نسمع لهكذا أفعال تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، كيف تكون ردة فعلكم؟ يا سيدي، ردة فعلنا أن هذه الجريمة اللي ارتكبت بحق الشعب العراقي بحجة دكتاتور ونظام وأسلحة دمار شامل ومدري إيش وقدرات وأسلحة نووية، الجريمة اللي دفع ثمنها أكثر من 2 مليون عراقي يعني هاي 13 في 2007 على أيدي بلاك ووتر، لكن آلاف الجرائم اللي ارتكبت بحق أبنائنا ونسائنا وأطفالنا منذ أن بدأ القصف ومنذ أن بدأ الحصار هذه كلها ذهبت ولم يحاكم أصحابها. هذا بوش مطلق صراحة، هذا بلير، وهذه كل الأكاذيب اللي بني عليها حرق هذا البلد الفقير. يا سيدي، هؤلاء يريدون بأي وسيلة أنه يخففون من معاناة على أساس القاتل اللي موجود، وأنه صار خطأ والمحكمة كان المفروض تحاكم الكل على 30 سنة، قضوا من عندها 5 أو 7 وممكن بعد 2 سنين يطلعون. وتعرف أنت المزاج الأمريكي
يعتبر الأمريكي بالنسبة لهم أنه عند ذهابه إلى العراق هو دي يقدم خدمات للديمقراطية وانتشار الديمقراطية، وأن هؤلاء رايحين من أجل أنه يبنوا بلد جديد على أسس ديمقراطية. شوف هاي الديمقراطية اللي جابوا لنا إياها، وشوف هاي النماذج البائسة اللي إذا تحكم صار لها 14 عام. شوف هذا كله يا سيدي، كل هذا يا سيدي يتحمله هؤلاء الذين جاءوا وباعوا العراق. هؤلاء الأمريكان منذ أن أتوا إلى العراق قالوا لهم اسرقوا، افعلوا ما تشاءون، حتى في سبيل لا يشكلون أي محكمة وأي عملية محاسبة وأي عملية دعوة للقضاء على جرائم المحتل داخل العراق. ومن هنا يا سيدي آلاف الجرائم. اليوم احنا عندنا أكثر من 2 مليون حق العراقيين. تصور أنت في لوكربي المواطن البريطاني أخذ بحدود 10 مليون دولار، 10 مليون دولار تعويضات على زين. احنا العراقي شنو دمه شربت؟ مو بشر، مو أكثر من 2 مليون، مو ظلمنا بجريمة يعني؟ فوقها اليوم اطلعونا أنه هناك خطأ واحتمال تخفيف العقوبات. إذن هذا من يتحمله؟ من سيعوض العراقيين؟ قضيتنا عادلة لكن وقعت بأيدي بائسين، أحزاب شيعية وسنية اللي وصلت إلى السلطة مسؤولة عن هذا الذي يجري. ما حوسب هؤلاء على جرائمهم، لأن هؤلاء مستفادين بالسرقة وبالنهب وبالبوق وكل ما يشاهد الشعب العراقي. يعني كل اللي دفع ثمن الشعب العراقي بؤس وفقر وحرمان وكل ما هو موجود الآن. وفوق هذا كله يا سيدي راحت دماءنا شربت، لأنه لا يوجد من يطالب بحقوقنا. هؤلاء سكوت الأمريكان على سرقاتهم وفسادهم خلاهم يسكتون أيضا عن دماء الأبرياء العراقيين اللي قتلوهم الأمريكان داخل العراق. نعم سيادة العميد، أريد أن أعلم على ماذا استند الأمريكان في تبرئتهم هذه. أخي بداية، الإرهاب بالنسبة لأمريكا أصبح حاجة ملحة لغرض هيمنتها وتنصيبها حكومات موالية إلها وبقوة السلاح. أمريكا منذ عام 2003 تسلسلت بالإرهاب في العراق، وكان المستهدف العراقيين الأبرياء ابتداء من الجرائم والانتهاكات اللي قامت بها قواتها العسكرية وأشهرها سجن أبو غريب، ثم شركات الأمنية ومنها بلاك ووتر، ثم تهيئة الساحة ميدانيا للميليشيات المرتبطة بالإيران واليومنا هذا. لذلك الإرهاب في العراق هو صناعة دولية وأصبح نهج وسلوك ينفذ بأدوات متعددة منها محلية ومنها دولية، ولهذا تحولت الجريمة في العراق إلى إنجاز ومبخرة، والمجرم أصبح بطل يتباهى به ويكرم. وعليه نحن أمام قانون دولي يحمي الإرهاب ويبرئ مرتكبيه. أما لماذا يبرئون المجرم بالنسبة لبلاك ووتر؟ أصلا بلاك ووتر أخي مدير شركته اللي هو إريك برينت هو صاحب العقيدة الإرهابية الذي يكره الإسلام والعرب، الجميع يعرف هذا. لذلك اختار عناصر هذه الشركة الأمنية من أخذ المجرمين في العالم، ومنهم حرب شارك حرب كوزوفو والجرائم اللي ارتكبت بحق المسلمين. وعليه عندما جاء إلى العراق استطاعت هذه الشركة من بناء قاعدة للجيش من المرتزقة يضم تقريبا 20,000 شخص، أي أصبح جيش رديف للقوات العسكرية الأمريكية، حتى تعداده وتسليحه أكثر من الجيش البريطاني الموجود في العراق. إذن هو إرهاب منظم مخفي من قبل أمريكا، وتم لا ننسى أنه تم إعطاء الحصانة الخاصة لهذه الشركة، وهذه الحصانة هي نفسها الذي اعتمد عليها القاضي في المحكمة الأمريكية عندما قال جميع الاتهامات غير صحيحة وبنيت على أسس غير قانونية، لأن هذه الشركة وعناصرها لديهم حصانة، أي هم عندما يرتكبون الجريمة يتم توصيفها وفق قانون الدفاع عن النفس. لذلك نحن أمام إرهاب دولي وإقليمي ومحلي موجه ضد العراقيين. نعم أستاذ باجت، يعني لماذا برأيكم المحكمة الأمريكية أعادت محاكمة سلايتن بالذات المتهم الرئيسي في هذه الجريمة؟ شوف يا سيدي، يعني هناك أنا هكذا أتصور أكثر من ورقة في هذه العملية. الآن فتح هذا الملف، تعرف أنت الآن بلاك ووتر خلفت لنا شركتين أمنيتين بعد هذه الجريمة في 2007. في 2009 بلاك ووتر غيرت اسمها إلى إكس أي، وغيرت بعدين إلى أكاديمي. طيب هذا التغييرات ليش؟ لأنه يريدون يسوقون نفسهم
إلى العالم العربي وإلى دول هذه المنطقة على أساس أنه إحنا غير شركات، وأعطونا أيضا تعهدات ومقاولات جديدة، وأنت تعرف هذه تقررها الولايات المتحدة. والآن التنافس على الخط اللي رابط بين عمان طريبيل إلى البصرة يراد تسليمه إلى إحدى الشركات الأمنية اللي ممكن أن هناك الآن تنافس، يريدون أنه أيضا بلاك ووتر قدمت خدمات وبعدين هاي بالملايين من الدولارات، مؤشر على أنه العبادي وهذه الحكومة وجيشها غير قادر على إدارة أمور العراق. لما شارع مثل هذا دولي يراد أن يعطى إلى شركات مثل بلاك ووتر وحفيداتها وغيرها من الشركات، فمعناها أنه يراد بتبييض وضع الشركة هذه على ذلك التاريخ الأسود اللي لحد الآن لم يحاسب أحد. وتعرف سكوت هذه الحكومة لأن مصالحها تتطلب يا سيدي على تعتيم وتغليف أغلب جرائم الولايات المتحدة داخل العراق من أجل أنه البقاء بالسلطة وأن يستمرون هؤلاء بسرقة هذا الشعب. نعم سيادة عميد أستاذ خليل، لو كان ما حصل في ساحة النسور حصل بطريقة مغايرة في نيويورك عبر شركة أمنية عراقية، هل ستسمح الولايات المتحدة الأمريكية بمحاسبة العراق لهذه الشركة أم أنها ستحاسبها بنفسها وتلقيهم في السجن مثل ما فعلت مع رئيس دولة بنما نوريغا؟ أخي الكريم، نستطيع أن نجيب عن هكذا سؤال أو تساؤلات لو كانت هنالك سيادة للعراق كما للولايات المتحدة الأمريكية من سيادة العراق. اليوم منذ عام 2003 وليومنا هذا هو مسلوب الإرادة والقرار ولا يمتلك السيادة، لذلك نشاهد الأعلام والرايات والجيوش البرية جميعها متنوعة على الأرض العراقية والسماء العراقية منتشرة بأنواع الطائرات، لذلك كل الشركات الأمنية تأتي بقوانين بلدانها وتضرب القانون العراقي الذي انتهك وتم اجتثاثه قصراً منذ عام 2003 ولا يوجد أي قرار سيادي للعراق. من هنا نستطيع أن نقول جميع الجيوش وجميع الشركات الأمنية والمرتزقة تستطيع أن ترتكب الجرائم بحق المدنيين في العراق دون أحداً أن يسائلها. لذلك أخي الكريم بالنسبة للولايات المتحدة لديها قانون ولديها سلطة وسيادة، أما العراق فهو ليس لديه لا قانون ولا سيادة ولا سلطة، وهو يعيش في حالة فوضى قانونية وقضائية وعسكرية وأمنية. العراق ليس لديه قانون ولا سلطة ولا أي شيء، لماذا حكومة بغداد تصر على أنها تمتلك سيادة وترفض بعض التدخلات من قبل بعض الدول وتسمح بالكثير من التدخلات من دولتين إيران وأمريكا؟ شوف يا سيدي، يعني شو يقولون للناس العراقيين اللي انتخبوهم؟ يعني أي محنة الآن لكل عراقي راح ساهم في انتخاب هذه المجموعة البائسة من برلمانيين ومن حكومة؟ شنو اللي شو كيف هؤلاء مشاركين فيما يجري من دمار؟ كل من ذهب وانتخب هؤلاء مشارك بهذه الجريمة بسرقة أموالهم بسرقة الممتلكات العراقية بهذا الدمار بهذا الذبح، كل ما يجري من فقر من عدم وجود خدمات. فيا سيدي هؤلاء يعرفون الآن كيف يضحكون على الشعب العراقي، وعدهم الآليات وعدهم من يروج لهم. ومن هنا يا سيدي نشوف أن هؤلاء يا سيدي بلا خجل يكابرون أنه هم أفضل ديمقراطية. هذا الدمار اللي بالعراق يطلع أكثر من واحد من مرة وزير الخارجية يقول دولة ملائكية وحكومة ملائكية وأفضل نظام ديمقراطي بالمنطقة، والعراق اليوم نموذج حسب المالكي. إيه نموذج بيش؟ وريد نصدره إلى دول. نموذج بيش؟ بس أنا أردفتهم بهذا الدمار بهذا الذي تم سرقته من أموال الشعب العراقي. سكوت المرجعية غلط للتاريخ عن ما يجري. هذا الذي جرى المفروض المرجعيات توقفه لأن هذا سينعكس على المذهب يا سيدي، ولكن مع من تتكلم؟ بقاء هؤلاء البائسين لأن المراجع راضية على تصرفاتهم، وإلا لو المرجعية كانت حريصة على أملاك الشعب وأن تقوم خدمات ليش غيرتوا صدام حسين والنظام؟ ليش جيتوا دمرتوا العراق غير على أساس تجيبوننا حالة أفضل من النظام الدكتاتوري؟ يشوف البئس اللي موجود ويشوف النزعة الطائفية اللي قادوا إلى
شوف التجارة بآل البيت سلام الله عليهم، شوف ما تم بعد الاحتلال يا سيدي، جريمة جريمة بكل المقاييس. وطبعا راح يستمرون بالكذب على الشعب العراقي، طبعا راح يستمرون حتى يبررون وجودهم، هم مشاركين بالسرقة وهم هذا الجرائم وهذا القتل وكل هذا الدمار، ومع هذا لا زالوا يكذبون على أساس أنه هم عندهم مشروع. لا يوجد مشروع لهؤلاء البائسين بالعراق. سيادة عميد، لو حدثت هذه الحادثة من قبل جيش يحترم نفسه حسب القوانين العسكرية، ما هي التهمة التي يجب أن تعطى إلى هؤلاء، وكيف ستكون شكل المحاكمة، وما هو الحكم بحقهم؟ أخي، الجيش يسير وفق قوانين ومحاكم عسكرية وقانون عسكري، ولذلك لو ارتكب الجيش النظامي والمهني صاحب السيادة والقرار يحول مرتكب هذه الجريمة للمحاكم العسكرية وتصل عقوبته إلى عقوبة الإعدام، لأنه القتل عمد. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أخي، العراق كما قلنا هو عبارة عن فوضى أمنية وعسكرية، ولكن لو جئنا لنقطة مهمة، من أهم أهداف الإرهاب الأساسية هو خلق فوضى واضطرابات في التوازنات الداخلية والخارجية. العراق منذ عام 2003 إلى يومنا هذا هو يعيش حالة من هذه الفوضى، إذن هو حالة من الإرهاب المتعمد. من جاء بالإرهاب؟ هو الاحتلال الأمريكي، ثم شاركه الاحتلال الإيراني. إذن نحن أمام إرهاب دولي زرعت وبنيت منظومة إرهاب متكاملة متمثلة بسلطة المنطقة الخضراء وذراع العسكري الإيراني اللي هو ميليشيا الحشد. ومن هنا أدعو جميع من منبركم الشريف، جميع المحللين والسياسيين، إلى استبدال تسمية ميليشيا الحشد إلى الحرس الثوري العراقي، لأنه هو الذراع الرئيسي لإيران. إذن لا يوجد لدينا مؤسسة عسكرية تحكم مقاومة عسكرية ولا منظومة أمنية وفق عقيدة أمنية. نحن أمام فوضى إرهابية تقودها دول أقليمية وهي إيران بالتحديد، وخارجية وهي أمريكا. نعم أستاذ باجت، المحكمة حسب ما قالت نفهم أنها تقول أن المحاكمة كانت جائرة بحق المتهمين، ماذا بشأن أرواح المدنيين العراقيين الذين أزهقت في ساحة النسور نتيجة انفلات هذه الأفراد؟ لا حقوق للعراقيين مع الأسف. هذا البلد 7000 سنة حضارة، قدم للبشرية أكثر ما قدمت أمريكا. لا حقوق للشعب العراقي يا سيدي. الجرائم اللي ارتكبت داخل العراق يندى لها جبين الإنسانية، جريمة بنيت على باطل، عملية دمار ما بعد هذا الباطل، ومستمر هذا الباطل إلى اليوم، سحق للمدن، تدمير، تهجير، نزوح آلاف مؤلفة من العراقيين بالبحار، الغرق، اللي لا يوجد اليوم عائلة عراقية تجتمع في العراق، لو أبنائها لو أبناتها لو عمام لو خو، كلهم متواجدين احتمال كل اثنين في دولة، كل واحد في دولة. يعني شوف هذا الحالة المأساوية. فيا سيدي، من سيحاسب الأمريكان؟ ومن يقدر؟ من هؤلاء البؤساء المالكي والعبادي والمجلس الأعلى والمجلس الأسفل وعلاوي؟ من يحاسب يا سيدي؟ وأريد بس انطيني دقيقة أقول للأخ العزيز العميد عميد، فعلا أنا مع هكذا اقتراح أنه نسميه الحرس الثوري العراقي، لأنه الآن ما يحدث الآن يعني ضمن الموضوع الأول في موضوع تل عفر، يراد أن تكون هذا القضاء محافظة شيعية قادمة لمجموعة من الأخوة التركمان اللي تدعمهم إيران على بعد 60 كيلومتر عن سوريا، 60 كيلومتر عن تركيا، 60 كيلومتر عن الموصل. يراد إقامة محافظة تحكمها الحرس الثوري الإيراني والعراقي، من أجل أنه تظهر لنا ارتباطات هذه المناطق مع سوريا حسب الرغبة الإيرانية. تفضل سيدي. نعم سيادة العميد، المحكمة قالت أنه الأحكام الصادرة بحقهم وهي السجن 30 عاما بسبب انتهاك قواعد إطلاق النار لا يتناسب إطلاقا مع الوقائع. أي وقائع تتكلم عنها المحكمة؟ أخي، هذه الشركة بلاك ووتر الجميع يعرفها، منتسبيها لديهم أمراض نفسية، ولكن عندما يتكلمون عن القواعد الاشتباك وإطلاق النار، تعطيك مثلا في بعطوبة أخي الكريم، كانت هنالك عائلة قادمة في سيارته، وهذه الشركة الأمنية حدثت عطل في إحدى آلياتها،
نزلت في الشارع حتى تصلحها. عندما تقدمت هذه العائلة بسيارتها بادرت على الفور من أجل المتاح وليس من أجل الدفاع عن نفس بقتل جميع أفراد هذه العائلة. ومن صور ووثق هذه الجريمة هو أحد ضباط المارس في الجيش الأمريكي، وتم ذهاب إلى المحكمة الأمريكية وتعرض إلى التهديد وسحب إفادته. إذن نحن لسنا أمام قواعد اشتباك ولا قوانين دولية، نحن أمام شركات أمنية إرهابية وجهت للعراقيين لغرض اجتثاثهم من العراق. نحن أخي العراق تعرض إلى هجمة إرهابية كبيرة. أمريكا دائما توظف وتسمي الإرهاب وفق مصالحها وفق مشاريعها. اليوم الإرهاب بالنسبة لأمريكا كما قلت أصبح حاجة ملحة لغرض هيمنتها ليس على العراق وأيضا على المنطقة كاملا. اليوم تصنف وفق ما تشاء هذا إرهابي وهذا ليس إرهابي. أليس حزب الله إرهابي والجرائم؟ أليس الحرس الثوري العراقي بهذه جرائمه هو على قمة الإرهاب؟ لماذا لم يصنفوا؟ لماذا قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس يلتقون في المنطقة الخضراء بجوار السفارة الأمريكية؟ أخي نحن أمام إرهاب دولي منظم يستهدف العراقيين الذين تحولوا إلى رقم، يدرجون البعض منهم في سجل الوفيات والقسم الأكبر مجهول المصير. نعم أستاذ باجت، هذا الأمر ألا تعتقدون أنه يعطي الأمر أو يعطي أحقية للجيش الأمريكي وأيضا الميليشيات في الجيش العراقي وأيضا القوات الأمنية في العراق، يعطيها حقا في انتهاك حرمة دماء الأبرياء في العراق؟ بلا أدنى شك، بلا أدنى شك. هي عملية جريمة احتلال العراق سهلت. أنت تتذكر أيام الاحتلال الأولى شلون كان القصف والقتل والدمار وحرق بغداد وإظهارها للعالم على أنها بؤرة الشر؟ كنا يشاهد هذه الصور. لا قيمة للإنسان العراقي أمام هذا المشروع الكوني اللي ما حدث في تاريخ العراق. ما غايته هذا المشروع؟ هذا المشروع تفريغ هذه المنطقة من أبنائها وخصوصا سنة المنطقة في العراق وفي سوريا، وأنه جعل الإيرانيين وإعادة ترتيب أوراق إيران وإعادة تشييع هذه المحافظات دمارها لكي تسلم ولن تقاوم وتبقى على أساس أنه من أجل الحياة داخل العراق عليكم أن توافقون على المشروع الصهيوني الفارسي داخل العراق. هذا ما نريده لكم، عليكم أن تقبلون منا 20 سنة لن تعاد هذه المحافظات ولن يعاد أبناء العراق إلى وضعهم الطبيعي في هذه المحافظات. هذا المشروع لمصلحة من يا سيدي؟ لمصلحة من؟ أما الأمريكان أذكى الآن. الأمريكان بعد ما عندهم هاي المشاكل مال بلاك ووتر وما عندهم اصطدام مباشر مع العراقيين. تذكر أيام زمان لما يلزمون العراقي ويحطون الكيس على رأسه ويدوسون على عقاله وعلى رقبته ويودوه إلى 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 أبو غريب، وشفناهم في أبو غريب. الأمريكان الآن يقول لك نذبها برأس الفرس بالميليشيات الإيرانية، خلي هاي العمل الوسخ نذبه على هؤلاء حتى بالأخير يصير عندنا ورقة أيضا على هذه الميليشيات، متى ما نشاء نتخلص من عدها نطلع وصخهم. وهذا الذي يحدث الآن يا سيدي. نعم سيادة عميد، إذا ما نظرنا إلى الواقع كيف ستكون ردة الفعل العراقية على هذه المحاكمة الجديدة التي برأت مرتكبي حادثة ساحة النسور؟ أخي بالنسبة للعراقيين والشعب العراقي لديهم ما يكفيهم من المآسي والجرائم التي ترتكب بحقهم. اليوم العراق، وأنا أتكلم عن المحافظات السنية، اليوم هم في حالة نزوح وحالة إخفاء واعتقال وتغطيات، واليوم تنامت وكبرت وتغولت هذه الحرس الثوري العراقي في بغداد. اليوم بغداد هي في نفق مظلم أسود أمني ينتظرها في الأيام القادمة. لذلك هم لا يبالون لما تقوم فيه أمريكا من تبرئة هذا المجرم أو ذاك، لأنهم في نظر العراقيين أمريكا بنظامها الكامل هو عبارة عن نظام إرهابي، فما بالك بعناصره هذا وذاك. فهذا الذي تم توريته هو جزء من منظومة إرهابية متكاملة. اليوم هنالك الإرهاب الموجه الذي جعل العراق في دوامة استنزاف دائمي. اليوم العراقي تم اجتثاثه بحياته واجتثاث أرضه واجتثاث عقيدته الإسلامية، ولم يتبقى لديه شيء إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك العراق هو في دوامة سوداء
ونحن هنا ليس نتكلم من باب اليأس، ولكن نريد أن من هذه المآسي أن يتخذ العراقيون في الأيام القادمة خطوات أساسية وصحيحة للتقدم نحو الأمام، لنبذ هذا الإرهاب، الإرهاب الموجه الأمريكي والإيراني، وأن لا يذهبوا باتجاه ما يروج له من انتخابات وصعود مسميات جديدة وهي عبارة عن وفق تعبية تدوير النفايات، يبدلون هذا ويأتون بذاك. لذلك عليهم أن يتخذون قرار لحماية أنفسهم وحياتهم وأرضهم وعقيدتهم. مستشار مركز الأمة للشؤون الأمنية والعسكرية العميد الركن خليل الطائي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. أستاذ بهجت، يعني بعدما برأت الولايات المتحدة الأمريكية، الأمل الوحيد الذي كان من الممكن أن يعيد بعضا أو يضمد بعضا من جراح العراقيين، كيف يمكننا أن نعزي ضحايا ساحة النسور أو ذوي ضحايا ساحة النسور؟ والله شوف يا سيدي، الرحمة لكل شهداء العراق ولكل قتلانا ولكل جرحانا. ربي إلهي يرفع هذه الغمة عن العراقيين وعن أبنائنا في كل محافظات العراق. مآسي ومحن وجرائم اللي ارتكبت يندى لها جبين الإنسانية كما قلت، لكن الآن نعزي نفسنا يا سيدي. مطلوب من كل شريف بقى عنده غيرة على العراق وعند لا زالت هذه الغيرة على العراق أن يعمل من أجل إنهاء بقاء هؤلاء المجموعات الفاسدة البائسة السارقة واللي تدعي أنها أحزاب إسلامية. مطلوب من كل عراقي شريف أن يمنع وصول هؤلاء إلى الانتخابات تحت أي ذريعة، مهما كان من وراءه ومن ينظر له، إذا كان مرجع أو إذا كان رجل دين أو أيا كان ومن أي مكان، لأن هؤلاء يا سيدي حرقوا هذا البلد، دمروا أبناء هذا العراق وخلوا المنطقة الآن في هذا الذي نراه يا سيدي. هذا الذي جرى على العراق هو اللي خلى تظهر مثل داعش وتظهر غير داعش وهذا يا سيدي يتحملوه هؤلاء البائسين، هؤلاء الفاسدين اللي باعوا الموصل واللي دمروا هذه المدن يا سيدي. هذا مشروع كوني، وهذه الإماعات يا سيدي تلعب دور بسيط، وفي عند الحاجة راح تقول لهم الأمريكان انتهى دوركم، وتطلع لهم فضيحة وتطلع لهم واحدة من هالجرائم اللي تم بها سرقة وبوق وحسابات بالخارج، وراح يتخلصون من عندهم. لكن يا سيدي العراق يحرق على أيديها، والقادم أسوأ. بالمناسبة هذا الحشد سيصطدم بتيارات شيعية داخل العراق مقابل الوصول للسلطة، ولن تنتهي مشاكل العراق. واللي يقول أنا خلصت من تنظيم الدولة، ستأتي الآن مصائب أكبر من ما كان موجود إلى اليوم يا سيدي. مطلوب حرق العراق بشيعته بسنته بكرده وبكل الوسائل. وهذه يا سيدي جريمة أدعو إليها كل شريف عراقي أن يصحى ويعيد حساباته. إلى متى تستمر هذه الجريمة ويستمر هؤلاء البائسون الفاسدون السراق اللي لا ذمة ولا ضمير، وباسم سيدي آل البيت وآل البيت براء من هؤلاء؟ هل رسالة تود أن توجهها إلى الشعب العراقي، خصوصا أننا مقبلون على انتخابات يريدون أن يقيموها؟ يكفي، يكفي هذا المسلسل، وهذا كله بيد الشعب العراقي. وإذا ذهب وانتخب هذه المجموعات البائسة بهذا التغيير، قال إنه المجلس الأعلى صار تيار الحكمة. إيه من صار تيار الحكمة يا سيد الحكيم؟ البس كابوي والبس كاسكيتة، أنت صرت علماني بعد، علش لابس عمامة؟ على من تضحكون مغيرين أسماء الأحزاب مالتكم لأن جاي انتخابات؟ لأن أنتم سبب هذا الدمار. وأي تغيير هذا يا سيدي كله يطلع من باب الضحك على الشعب العراقي. ولهذا أدعو أبنائي وإخواني وأهلي وتاج راسي أحرار العراق إلى أن ينهوا هذا المسلسل. إلى متى تستمر هذه الجرائم؟ ما هو مستقبل أطفالنا؟ ما هو مستقبل نسائنا بناتنا؟ الحشيشة، الترياق، الصحة كلها بائسة في العراق، لا خدمات لا تعليم لا صحة يا أخي. هل يحدث هذا في أي دولة؟ بلد مدمر. نعم، مع الأسف. الناشط السياسي العراقي المستقل المهندس بهجت الكردي كنت معنا، شكرا جزيلا لك. حياك الله يا سيدي. مشاهدينا الكرام، حوار المساء انتهى، أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم، نلتقيكم على خير إن شاء الله، إلى اللقاء.